وضعت الحكومة الجديدة خطة طموحة وحددت مهام محددة وأولويات قصوى منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات حددت الحكومة أربعة محاور رئيسية هامة لعملها جاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية خطة طموحة ومهام محددة وأولويات قصوى حددتها الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول لتسلمها المسؤولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات، الحكومة حددت أربعة محاور رئيسية هامة لعملها فجاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية في وقت يمر فيه العالم بتحديات كثيرة وسط العديد من الصراعات المشتعلة. وتضمن المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات وتعزيز امن البحر الاحمر وقناه السويس وتعزيز جهود مكافحه الارهاب والجرائم العابره للحدود والاتجار بالبشر فضلا عن تطوير السياسه الخارجيه لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والافريقي والدولي كما تضمن المحور تامين وتنويع موارد الطاقه التقليديه والمتجدده فيما اهتم محور اخر ضمن برنامج عمل الحكومه ببناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته وتضمن عده محاور فرعيه وهي الحمايه الاجتماعيه والصحه والتعليم وتمكين الشباب والمراه والتشغيل والقوى العامله والاسكان والمرافق ولضمان تحقيق اهداف هذا المحور وضعت الحكومه رؤيه استراتيجيه متكامله لبناء الانسان المصري ايمانا بدوره الرئيسي في عمليه التنميه الشامله محور اخر ضمن خطه الحكومه اهتم ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتضمن ثلاثه محاور فرعيه هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الاسعار والحد من التضخم الحكومه ستعمل في خطتها على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهه التقلبات والتغيرات العالميه المتسارعه ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والاجنبي كما وضعت الحكومه محورا اخر هاما تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فاستقرار الدوله يعتمد على قدره مؤسساتها على التكيف مع حركه التفاعلات في المجتمع ومواجهه التحديات الداخليه والتهديدات الخارجيه الراميه الى استغلال المجتمع او فرض اوضاع غير مقبوله عليه هي اذن محاور هامه وضعتها الحكومه للحفاظ على الاستقرار ودعم المواطن وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهه الازمات